هنبدأ الحلقة ونقول هتفضل القضية الفلسطينية قضية كل العرب، وده بمناسبة ان النهاردة 29 نوفمبر هو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. اليوم ده بيجي علشان نفتكر قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين والنكبة اللي حصلت بعدها، ومن هنا العالم كله كل سنة بيفتكر القرار اللي حصل ده وإزاي الشعب الفلسطيني من يومها في معاناة شديدة جدا مش بتخلص لحد يومنا هذا. الحقيقة أن التضامن مع الشعب الفلسطيني مش محتاج أن احنا نتضامن يوم واحد بس، هو المفروض كل يوم احنا متضامنين مع القضية وبنشوف إزاي بيتم استهداف الأطفال والنساء والمدنيين في كل مكان. شفنا كلنا على يعني رؤوس الأشهاد في الأيام الأخيرة الحرب والحرب الإجرامية اللي تمت ضد الشعب الفلسطيني والوحشية الشديدة اللي حصلت بلا رحمة. طبعا علشان كده دايما بنقول القضية الفلسطينية باقية وهتكون قضية كل العرب، يعني إن شاء الله لحد ما تخلص وتعود الأرض لأهلها هي.